حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء مختصر. قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقوا في النار. إبراهيم يقول شنو بسبي جوام نجاك ممريو. ألقوا في النار. هم لازم ممريو. الله نجا من النار سبحانه وتعالى بهذا الدعاء مختصر. الله أمر كروا أمر كوير يدعى بس. النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة إذا أرادوا القدوم إلى مكة والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل ما جاء أحد. يا المسلمين معهم أقوى سلاح الإيمان الدعاء الأذكار الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نعلم الكفار، لا نتعدى الكفار، لا تتعدى عليهم بالسب بالشتم بأخذ الأموال بالقتل بالتفجير، لا مكوبا توكا مكوبا 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 م